متتبعي جيش اش كاين، مرحبا بكم. خرج الشارع المغربي وسولنا المواطنين واش مع زواج الكونترا، وكانت تصريحات صادمه ومثيره لنشاهد. انت كمواطن مغربي شنو رايك في زواج الكونترا؟ ما هواش خالصو، ماشي معقول. الزواج خصها يكون الطريقه الدينيه ديالنا ديال الاسلام، اللي لقينا عند الاجداد ديالنا والوالدين ديالنا. الطمع اولا بعد الزوج ديال الطمع حرام. المراه تتزوج المراه لدينها او لجمالها فقط، ما باش الطمع. لا، اذا قال لك ولدك بغيت نتزوج بالكونتر تبغيه؟ لا ما نبغيش، لا غنمنع له. الا بغى نقول له عم بحرك، ما نعرفك من هنا لهي. سخط عليه؟ لا ما غنسخطش عليه، غير غنقول له الا وقعت لك شي حاجه انا باري. معلوم هذا تزوج واحد المراه وطلقها، وفين غتمشي ديك المراه؟ غتمشي وتعطي الفساد. لا ما خصهاش الزواج الكونترا تسمى زواج طموح، طمع هذاك. ما غنقولوش عاوتاني فساد، ربما الا تزوجوا بالحلال راه حلال، وانما راه طموح حرام. يعني الكونترا حرام؟ حرام هذا هو. لا صح، حنا ماشي مع الزواج الكونترا حيت هادشي ماشي ديالنا. حنا كبلد اسلامي ما عندناش هادشي ديال الزواج الكونترا. حنا بلد اسلامي، يعني زواج كما كنعرفوا ديما، كما تعلمنا على والدينا واللي سبقونا، ما كاينش زواج كونترا. زواج كونترا يلاه بان، ما فهمتي، حنا ما ماشي معاه. ما كاينش. خايفين يطبق في المغرب؟ صراحه بزاف. حنا متفقين الصراحه، حنا نساء ولا بنات ولا، حنا ما متفقينش على الزواج كونترا. هاد الفتنه كبيره في المجتمع ديالنا، وغيخلي واحد الحساسيه ما بين الذكور والاناث. غير ولاد بنات ما يتزوج غير على وديت، غير على وديت ان واحد المده وغيسالي، ما غيبقاش الوفاء، ما غيبقاش داك البنت كيتزوج. هو حرام اصلا، حرام. ما يمكنش المراه انها تزوج، ما يمكنش انها تزوج اكثر من، ولا نقولوا حنايا زواج الكونترا ولا. يعني الزواج هو مشروع، انا كتزوجي كدير وليدات كدير. هذا الزواج يعني كتشوف انسان كتكمل معاه حياتك كامله، ماشي كتشوف انسان انك بحال كونترا غادي معاه يوما وغادوز 3 شهور صافي، غادي تبقاش معاه لانسان اخر. يعني ما كيبقاش زواج، تيولي هذا بحال غير متعه تقريبا، ممكن لينا نقولوها. يعني بحال البلد المفهوم هذا غنقولوا انه غادي يوصل حتى، يعني ماشي حلال، ما كيتسماش حلال. ملي يعني واحد يتزوج 3 شهور ويطلق، 3 شهور ويطلق، دونك ما بقاتش شي حاجه. فين هو الاسلام ديالنا حنايا كمسلمين؟ نهضر على مسلمين، شنقول لهم؟ ما عندي ما نقول، راه باين. نتمنى ان الحاجه اللي فيها الاسلام تبقى هي وما تبدلش. حنا بلد اسلامي، كون كنا زعما ماشي بلد اسلامي نقولوا هادشي ما كاينش في الدين ديالنا. كون كان في الدين ديالنا انا غادي نقولوا ماشي مشكل، ولكن الدين ديالنا كيعلمنا ان الزواج يعني واحد علاقه مقدسه، انك تكمل مع واحد الانسان حياتك كامله، ماشي انك الله سبحانه وتعالى ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش لينا راه كاين شي زواج ولا. لا حرام، حرام. انا بالنسبه لي حرام ان نتزوج بواحد ونطلق، ولا كونتر كتسمى كونتر، ماشي زواج. تيوي متعه مدتها 3 اشهر وطلاق، بحال عرفي زواج عرفي بحال داكشي. هو باختصار الا حيدنا على الشريعه راه غادي نضيعوا الشريعه، ما محلهاش دونك راه ما غادي نوليو حنايا واحد المجتمع اللي غتخلط فيه اجناس وما غتبقاش تعرف العرق ديالك، وما غتبقاش تعرف النسب، وما غتبقاش تعرف حتى شي حاجه. غادي توقع واحد الكارثه اللي هي كبيره، اللي ما كنقراوش عقبها دابا بهاد القرارات اللي هي غير عقلانيه. سمعتي تجاوز كونترا؟ سمعتيها؟ سمعت وشفتو في الانترنت، تكلموا عليه في انستغرام. ولكن راه ما يمكنش ان الانسان يبقى يقلب على باه اللي زوج به هذه عامين ولا 3 سنين. هذه من بين اقل شيء، الابناء اللي غينتجوا على هذا الزواج يبقاو يقلبوا على باهم ديال عامين ولا ديال 3 سنين ولا ديال 6 شهور ولا، خصهم يقراوا يشوفوا البعد ديال هذا الزواج هذا فين غيوصل. غيوصل الدعاره العلنيه المقننه، الا بغيتي تقول هذه الدعاره المقننه، ما كاينش شي حاجه اخرى. بالنسبه لي زواج كونترا سميتو دعاره مقننه. يعني تخوف كثير؟ الناس كلها خايفه، ولكن اللي يجمعها كما كنقولوا الموضه يعجبهم الحال. ولكن الناس اللي عندهم اصول، عندهم يعني قيم، علاش كيعيشوا؟ ما غيعجبوش، ما غاديش يقبلوا نهائيا على هذا الشيء، لان المجتمع غادي يفسد بهذا المعنى. لا ابدا ابدا، ما يمكنش، مستحيل، لان الله اللي خلقنا جعلنا المسيره كيفاش نمشيو، ما يمكنش حنا نجيو نجتهدوا فيها. الا اجتهدنا فيها راه ماشي كنجتهدوا، كنخرجوا على الطريق السوي. السلام عليكم. انا ضد
و 100% بهذا القرار او هذا القانون ديال الزواج بالكونترا ضد الثقافه ديالنا وضد الدين ديالنا. فاللي خاص الناس يحاولوا او الناس اللي كتبوا هاد القرارات وهاد الاشياء اللي هي بالكونترا يحاولوا يعلموا الزوج والزوجه ما لهم وما عليهم ملي يدخلوا هذا المشروع ديال الزواج اللي هو مشروع كبير وفيه الابناء وفيه المسؤوليه. اما باش يولي يفرضوا عليهم الزوج بالكونترا غادي يوليوا داخلين واحد الحرب البارده واللي تقلق على ابسط الاشياء يطلب باش يفسخ هذا العقد وهذا ويطلب ما له او ما الناس اللي قرروا القرارات اللي غادي ياخذها. فهذا الشيء راه ضد الاسره وضد الحياه الاجتماعيه اللي خاص الناس المسؤولين يحاولوا يحافظوا عليها ويحاولوا يحافظوا يعلموا الناس يحافظوا على المجتمع ديالهم باش نبقاو عايشين والناس تتزوج وتدير وليدات وتعيش حياه طيبه وباش والزوج يسكن لزوجته والزوجه تسكن لزوجها. اما الزوج بالكونترا فهو غادي يشتت المجتمع وغادي يخلق لنا مشاكل كثيره لا نعرف ما هي العقبة ديالها. وشكرا جزيلا. نعم كاين الناس اللي يدخل الزواج غير باش يتمتع بالزوجة ديالو بهذيك السيدة كمرأة او لا يتمتع بهذاك السيد كرجل او لا لأغراض مادية الفلوس باش من بعد سنه تقول لي اعطيني هذا القدر ديال الفلوس او لا يقول لي هو تعطيني القدر ديال الفلوس. هذا الشيء ما كاينش في الثقافه ديالنا وضد الديانه ديالنا. فخص المسؤولين ما تكونش ما يكونوش قصير النظر يكونوا بعيد النظر او بعيد النظر ويشوفوا اشنا هي العواقب ديال الاشياء التي قرروها بغير دراسات وضد الاسلام ديالنا وضد الثقافه ديالنا المغربيه اللي كتحاول حافظ على المجتمع ديالنا باش للسنين المقبله. فخص الناس يكونوا ضد هذا الشيء وخص الناس اللي مثقفين ومنورين وقاريين وعارفين الدين ديالنا وعارفين الثقافه ديالنا اللي هي ثقافه جميله وثقافه عبر القرون يكونوا ضد هذه الاشياء هذه اللي هي تدخل على الزواج اللي هو مقدس. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم. ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.